يعقل أن يتم نحر السعودي من الوريد للوريد في ورش السيارات. العمالة لعبت فينا هنا بالصناعية. ليش الورش والصناعيات أجانب؟ ليش ما يكونون سعوديين من أهل البلد؟ صراحة الغش أكثر ما يجي من الوافدين، العمال اللي الأجانب ذولا هم اللي غشونا. هدى في صناعية السيارات تجولنا في ممراتها وبين دهاليزها. هنا في هذه الزاوية تجد كراجا صغيرا، وهناك تجد مراكز ضخمة وفخمة، ولكن الذي لا تجده والشاب السعودي في حقل يدر الكثير من المال. ميكانيكي سعودي أقدر أكشف لك يا عاصم جميع طرق الغش داخل الصناعيات وخارج الصناعيات في بيئة تحتاج إلى رقابة أكثر. احنا في بيئة متهمة بالغش والتدليس، ويعتقد انه بسبب سيطرة تكتلات عمالة وافدة، ويعتقد انها مخالفة. يعطيك العافية ميكانيكي خالد. اثر طريقة الغش المستهلك كيف؟ كثيرة جدا جدا. اصلاح تلاشت كامل عندك، بدال ما اركبه للعميل اقدر اضيف واحد مستخدم واحد جديد، او اثنين مستخدم واحد جديد، وهكذا مشي من شهر لستة شهور ويظل يرجع عنده العطور وهكذا. هل بيعرف بعدين؟ بيعرف بعد فترة يعني؟ هيعرف، هيكتشف العميل بعد شهر شهرين انه انا عطل عندي الجير، مباشرة هرجع لك ليش تعطل الجير؟ يقول لك سوء استخدام. سوء استخدام؟ نعم سوء استخدام. ايش عندنا هنا؟ مكاين الغش في المكاين وطريقة الغش في المكاين. طبعاً مع هذه مكينة سوناتا يا شباب، ما لها جيلب طبعاً، ولكن هذا الغش في الجيلب. طبعاً جيلب الأصلية يجيك الطقم حقه تقريباً ب1800 ريال، ولكن هم يعتمد اللي هو الجيلب الخارجية، تلاقي الجيلب 65 ريال. هذه أحد طرق الغش اللي إيش دائماً الناس تضرب فيها. يبدو أن الصورة باتت أكثر وضوحاً، فالمواطن السعودي في كثير من المواقع أصبح هدفاً للاستغلال من بعض العمالة الوافدة التي تولت امتلاك وإدارة وتشغيل أكبر وأضخم المواقع بلا حسيب ولا رقيب إلا الضمير. وعن أي ضمير نتحدث؟ للإخبارية عاصم رشودي من العاصمة الرياضية.